أهلا بكم، حلقة جديدة من برنامج حديث الصحافة، فيها مزيج من الأخبار والمقالات وآرائكم أنتم على مواقع التواصل الاجتماعي فيما يخص الصحة اليمنية. والبداية من أبرز عناوين الصحف المحلية. الصحوانت محتجون في أبي يطالبون بالقبض على متهمين بقتل المعلم العميسي. مسلحون يختطفون عضو مجلس الحراك الثوري عدن. عاقب ساعات من اختطافه مقتل شاب تحت التعذيب في سجون الحوثي بصعدة. رئيس الوزراء يناقش مع البنك المركزي مستوى الإجراءات الرقابية على قطاع البنوك. المصدر أونلاين: العليمي يجتمع بمحافظي المناطق الخاضعة لميليشيا الحوثي ويؤكد التعاطي الإيجابي مع الجهود الرامية لدفع الرواتب وفق كشوفات 2014. أبدى انزعاجه من الحراك الحضرمي. الانتقالي يهاجم من وصفهم بدعاة دولة حضرموت ويقول هم أنفسهم دعاة مشروع الأقاليم وممولهم واحد. قوات تابعة للانتقالي تختطف امرأة من منزلها في عدن وتحتجزها رهينة في أحد المعسكرات للضغط على نجلها لتسليم نفسه. العاصمة أونلاين: مسؤول حكومي يحمل سفارة طهران بصنعاء مسؤولية سلام. من إقدام آخر على إحراق نفسه. سهيل نت: في ظل التصعيد الحوثي وزير الدفاع يمن مونيتور: الحكومة اليمنية تقر ترشيد الإنفاق لمواجهة تداعيات توقف تصدير النفط. الأمم المتحدة: اليمن يسجل أعلى نسبة وفيات للأطفال في الشرق الأوسط. كانت هذه جولة في الصحافة المحلية، ننتقل إلى جولة أخرى في الصحافة العربية. الشرق الأوسط: الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين باستغلال الهدنة لمضاعفة نهب الموارد. البنك المركزي يؤكد التزامه العمل بالسياسات النقدية لحماية العملة. الاتحاد: حكومة اليمن الحوثي نهب مئات المليارات. البيان: دعوات لثورة شعبية ضد الحوثيين في صنعاء. عقاب: الحوثي يتاجر بأدوية السرطان والمرضى يواجهون الموت. وسط استخدام تعزيزات، الحوثي يخطط للتصعيد في مأرب. مكة: 1500 امرأة في معتقلات الحوثي. اليوم: النمسا تطلع على إجراءة اليمن بتصنيف الميليشيا إرهابية. الرئاسي اليمني يدعو إلى دعم المقاومة في مناطق ميليشيا الحوثي. من عناوين الصحف إلى مقالة الرأي والتحليل، وفيها نطالع مقالا نشره موقع صحوانت للكاتب موسى المقطري تحت عنوان جناية الحوثي بحق أمننا الغذائي. الكاتب في مقاله أكد أن مصادرة الحوثي لمرتبات الموظفين وعملية النهب المنظمة بحق المنشآت التجارية والصناعية والاستحواذ على المساعدات الغذائية التي تقدمها الهيئات والمنظمات الدولية، بالإضافة إلى تعنته ورفضه لكل فرص السلام واستمراره في انقلابه واختطاف العاصمة صنعاء وبقاء البلد في حالة الحرب والهجوم على موانئ تصدير النفط، كل هذا يمثل جنايات يرتكبها بحق الاقتصاد اليمني والأمن الغذائي.
منذ انقلابه على الحكومة الشرعية دأب الحوثي على إيقاع أكبر قدر من الضرر بحياة اليمنيين بمختلف جوانبها، ومن ذلك جناياته التي يرتكبها بحق الاقتصاد اليمني والذي ينعكس بالتأكيد سلبا على حياة المواطنين ويزيد من حالة الفقر وانعدام الأمن الغذائي على المستوى الفردي والقومي. ولعل من أبرز أعماله المقيتة في هذا الجانب إيقاف صرف الرواتب للموظفين العموميين في مناطق سيطرة الجماعة الانقلابية رغم سيطرته على الإيرادات الحكومية، والذي حولها لإثراء قياداته وتمويل حربه المقيتة على اليمنيين. في هذا الجانب فإن المؤكد أن مصادرة الحوثيين للمرتبات وحرمان الموظفين منها ترك عددا كبيرا من الأسر دون مصدر دخل يؤمن لها شراء الحد الأدنى من الغذاء، ناهيك عن الاحتياجات الحياتية الأخرى. وعلى صعيد العاملين في القطاع الخاص فقد انتهج الحوثيون طريقة النهب المنظمة بحق المنشآت التجارية والصناعية ومضايقتها، والذي جعل هذه المنشآت تقرر إيقاف أنشطتها الاستثمارية، وهو ما يعني فقدان العاملين فيها مصادر الدخل وعجزهم عن تأمين الغذاء لأسرهم. العمل الإنساني والذي بإمكانه سد بعض الفجوة ولو بشكل نسبي ومؤقت انصدم بالتعنت الحوثي، ولم تسلم المساعدات الغذائية التي تقدمها الهيئات والمنظمات الدولية والموجهة لتعزيز الأمن الغذائي لدى الفئات الأشد فقرا من نهب الحوثيين وتحويلهم هذه المساعدات لدعم مقاتليهم في الجبهات أو بيعها بالسوق السوداء وحرمان الفئات المحتاجة منها. كما أوغل الحوثيون في مضايقة العاملين في الشأن الإنساني وإعاقة أنشطتهم، حيث وصل بهم الحال إلى اختطاف عدد منهم لعرقلة مهامهم الإنسانية. وهذه الممارسات الميليشاوية نتيجتها الحتمية حرمان المستفيدين من الأنشطة الإنسانية التي تكافح انعدام الأمن الغذائي لليمنيين. إن تعنت الحوثي ورفضه لكل فرص السلام واستمراره في انقلابه واختطاف العاصمة صنعاء وبقاء البلد في حالة الحرب والهجوم على موانئ تصدير النفط يقوض كل الجهود التنموية والاقتصادية التي من شأنها معالجة مشكلة توفير الحد الأدنى من الغذاء للمواطنين، كما أن جهوده الهادفة لتدمير الحياة الاقتصادية كلها تزيد من حالة انتشار الفقر وانعدام الأمن الغذائي للمواطن اليمني. كل يوم تمر على هذا الانقلاب تزداد معه الحياة المعيشية بؤسا، وتزداد أعداد الجوع، وتنتشر حالات سوء التغذية وخاصة لدى الأطفال الذين يشكلون الفئة الأكثر ضعفا في المجتمع. ويتحمل الحوثيون بدون أدنى شك المسؤولية القانونية والأخلاقية عن كل هذه الآثار والنتائج لانقلابهم وحربهم على اليمن واليمنيين. ولا سبيل لمعالجة المشكلة من جذورها إلا باستكمال استعادة البلد وإسقاط ما تبقى من الانقلاب بأشخاصه وجغرافيته وآثاره. التعليم السلاح الذي يخافه الحوثي، عنوان مقال إبراهيم عبد القادر نشره موقع المصدر أونلاين. استعرض الكاتب في مقاله الجرائم التي يمارسها الحوثي بحق التعليم والعملية التعليمية بغرض تكريس الجهل واستثماره في تطويع المجتمع لتنفيذ مخططاته التي لا يمكن أن تتحقق في ظل استمرار عملية التنوير التي يقوم بها المدارس والجامعات. تراهن جماعة الحوثي على قدرتها على توسيع رقعة الجهل في أوساط المجتمع، وتبذل كل ما في وسعها من أجل مراكمة التخلف، إضعاف مستوى الوعي، فمنه تستمد البقاء والاستمرارية، وتحقق بذلك ما عجزت عنه بالسلاح والحرب. وقد اعتمدت في انتشارها وراهنت في حشودها على الأميين وذوي التعليم المتدني، ووجدت فيهم ضالتها. ولأنهم يدركون أن المعلم هو محور التنوير في المجتمع، فقد عمدوا إلى إضعاف واستهداف هذه الشريحة بالقمع والتجويع الممنهج، بالإضافة إلى إعادة برمجة مناهج التعليم من خلال تغييب القيم والمفاهيم الحديثة، بما يضمن لهم توسيع دائرة التخلف ونشر المفاهيم الطائفية التي تجعل المجتمع قابلا للتبعية والاستعباد باسم الدين.
ولهذا فقد كانت أولى حملات الميليشيات الحوثية حين اجتاحت المدن والمناطق والقرى هو إغلاق المدارس والجامعات وقطع رواتب المعلمين واختطاف واعتقال الطلاب وملاحقة الكوادر والأكاديميين. استهدفت التعليم منذ الوهلة الأولى، فجرت المدارس وفخخت المناهج وحرمت الطلاب والطالبات من الالتحاق بالتعليم، وقامت بنشر ثقافة الرجعية والتخلف حتى ساد في أوساط الناس أن التعليم لا قيمة له، وكان كل هذا لصالح التحشيد المسلح وإخضاع العقول لبنية فكرية وافدة وجديدة. شنت الجماعة أعتى الحملات على التعليم، ولا تزال حملات تصفية ممنهجة وحاقدة، ورأت في وزارة التعليم بوابة نموذجية لنفث سمومها وأحقادها، ولم تكتفي بإحلال كادر تعليمي غير مؤهل وجاهل فقط، بل مكنت المنبوذين في المجتمع وأصحاب السوابق من إدارة التعليم والتحكم في مخرجاته. قامت أيضا بالفصل التعسفي للكوادر التعليمية واعتقلت الكثيرين وأبعدت آخرين، كل ذلك من أجل تسهيل عملية التغيير الطائفي في بنية وزارة التعليم وهياكلها كتمهيد لتطييف المناهج. استهدف الحوثيون العملية التعليمية برمتها حتى أنها حولت كثيرا من المدارس إلى ثكنات عسكرية ومقرات تدريب وتجهيز وغرف عمليات، وتلك التي أبقت عليها استخدمتها كمنصة لإرسال رسائلها، حيث تمارس غسيل أدمغة بشكل مباشر وليس عبر تحريف المناهج وتغييرها وفقا للفكر السلالي والعنصري وحسب، بل أصبحت المدارس في مناطق سيطرتها دعاية سياسية تنفذ عبرها ما تريد وترسل أفكارها وأهدافها بواسطتها، مما جعل الكثير من أولياء الأمور يمنعون ذويهم من الذهاب للمدارس التي أصبحت بؤرة للمرض الطائفي المقيت. ننتقل الآن إلى الصحافة الجديدة ونبدأها مما جاء في الفيسبوك. منشور عدنان العديني نائب إعلامية الإصلاح على صفحته بالفيسبوك حذر من خطورة خلق الاتفاقيات من قبل بعض الأطراف التي وقعت عليها، مؤكدا أن هذا الاستمرار في الصراع يمثل تهديد للمجلس الرئاسي وللقضية التي يناضل من أجلها جميع اليمنيين. الصراعات التي لا تتوقف بالاتفاقات التي وجدت من أجلها تفضح عن رغبة في العودة إلى ما قبلها، وهو أمر يتجاوز في خطورته المسألة الأمنية إلى المسألة السياسية، لتصبح التحركات العسكرية من خارج النسق الرسمي تهديداً لصيغة الحكم التي أنشأها الاتفاق وعبرت عنه باعتباره لحظة فاصلة بين عهدين. التحرك بوعيين متناقضين وينتميان لزمنين ومرحلتين سابق ولاحق للاتفاق يضر بك وبقضيتك التي تتحول لمسألة عصية على الفهم لدى جمهورها أولا بسبب اضطراب مواقف القادة وشتات مسلكهم النضالي وتقبلهم العيش في زمانين مختلفين يفصلهما اتفاق شاركوا فيه ووقعوا على تفاصيله. سبق للحوثي أن فعل ذلك حين شارك في الحوار وانقلب على نتائجه، لكنه الحوثي الذي يتصرف كغريب عن المجتمع وأشبه بقوة خارجية لا تهتم لليمن واستقرار دولته وأمن مواطنيه. الحوثي أقرب لقوة غازية ليصبح رفض مسلكه بحد ذاته موقفا وطنيا. تبدأ الحرية من رفض الوعي الذي يكرس العدو كنموذج والتحرر من تقليده. أما منشور وليد الراجحي على صفحته بالفيسبوك أكد أن إطالة أمد الحرب واحدة من استراتيجيات إيران لإحداث تغيير ديموغرافي في مناطق الخاضعة لميليشيا الحوثية الإرهابية. هنا تكمن الخطورة. 8 أعوام من التجريف وغرس الأفكار الخمينية في عقول النشأ، من كان في 7 أثناء الانقلاب بات اليوم في 15 تحت تأثير هذا التطرف والإرهاب الحوثي. إطالة أمد الحرب واحدة من استراتيجيات إيران لإحداث تغيير في المناطق الخاضعة لها، كما أنها تحشد أولئك الذين غزت عقولهم وتمنحهم السلاح وتعزز فيهم روح العدوانية ونفخ الذات، فيصبح أشد إجراما ودفاعا عن الوهم المشحون به فيموت من أجلها، فيما الحكومة الشرعية ومجلس القيادة يغرقون في التصريحات والخطابات التي لا تسمن ولا تغني من جوع.
ننتقل إلى ما جاء في تويتر. هدى صراري في تغريدة لها اعتبرت اختطاف الناشطين في مناطق سيطرة الحوثي دليل على حالة التخبط التي توصلت لها الجماعة في ظل تنامي السخط الشعبي. الاعتقالات المستمرة للناشطين في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية دلالة على حالة التخبط التي توصلت لها، حتى مع التبريرات التي يطلقها بعض القادة منهم في تغريداتهم، لكنها كشفت مدى السخط والمقت لحكمهم وأن الوضع أصبح لا يطاق، وهذه هي بداية النهاية لحكمهم وإسقاطهم سيكون من داخل صنعاء بداية. سيف الحاضري في تغريدة له على تويتر دعا الحكومة الشرعية إلى استثمار السخط الشعبي في مناطق سيطرة الحوثي والعمل على تحريرهم وتحرير المواطنين من إرهاب الميليشيات. كراهية المجتمع لميليشيا الحوثيين وصلت إلى أعلى ذروتها، المواطنين يترقبون إشعال الفتيل. يدرك الجميع أن ميليشيا الحوثيين سرقت كل ممكنات العيش الكريم. هذا الرفض يلقي بمسؤولية كبيرة على حكومة الشرعية والتحالف بأن تتحمل مسؤوليتها في تحرير المواطن من عذابات الميليشيات. تغريدة عبد اللطيف المرهبي على تويتر اعتبرت الدعوة لعملية السلام في ظل تجاهل جذور المشكلة تأجيل الحرب مؤقتا. لا يمكن لعاقل أن يقف ممانعا ضد عملية السلام، ولكن أي مساع أو عملية سلام لا تأخذ المشكلة بجذورها وتعالجها استراتيجيا وشاملا، فمن المؤكد أنها ستكون فاشلة وهشة. تجزئة الملفات جغرافيا أو مسارات هو نوع من العبث وتأجيل الحرب مؤقتا فقط. نجاح عملية السلام أهم من نجاح المبعوث الأممي على أي حال. تغريدة توفيق صالح على تويتر أكدت أن تنامي السخط الشعبي ضد الميليشيا الحوثي نتيجة طبيعية لنهب الرواتب ومصادرة سبل العيش وتكميم الأفواه. حالة السخط الشعبي والشعور بعدم القابلية للعيش مع الحوثيين في صنعاء وبقية مناطق السيطرة تبدو نتيجة طبيعية لما حدث خلال سنوات مضت من قطع الرواتب ومضايقة الناس في أقواتهم ومصادرة سبل العيش، فضلا عن سياسة القمع وتكميم الأفواه. مظاهر السخط الشعبي من ميليشيا الحوثي في تغريدة لعبد الشاف النبهاني على تويتر. سخط شعبي تجسده العبارة المكتوبة في الشوارع والمواقع، نفير الناس من مساجد الحوثي، صرخات الناس في وسائل التواصل، حديث بعض أعضاء مجلس النواب في مناطق الحوثي، كمية السخرية المتداولة، كلها ترسم صورة عن الوضع في مناطق الحوثي وتشكل مقدمات ثورة ستجتث الحوثي. تغريدة نور ناجي على تويتر دعت إلى ضرورة زيارة مخيمات النازحين للإطلاع على معاناتهم كواجب وطني. يفترض بنا قبل الحديث عن مشروع بدء المقاومة الشعبية ضد الحوثي زيارة اليمن لبعض الوقت. لا أقصد هنا المطالبة بأبطال خارقين يقتحمون مناطق سيطرة الميليشيات، أتحدث عن مجرد زيارة بسيطة للمناطق المحررة. من المفيد لنا أحيانا أن نضحي ونتحمل الاقتراب بعض الشيء من معاناة اليمني الحقيقية. مثلا لا بأس من زيارة مخيمات مأرب، لعلنا نشعر باللاوطن الذي يعيشه النازح تحت خيمته، كما أن اجتياز أسوار السجن المفتوح لمدينة تعز سيكون مناسبا رغم إحساسك بالحبل الغليظ اللامرئي الذي أحاطته الميليشيات برقبة المدينة ورقبته. تغريدة سلمان المقرمي على تويتر تناولت حالة الخوف المسيطر على جماعة الحوثي من بوادر ثورة مرتقبة للجيعة. أقرب تعريف للحوثي جماعة دينية تمارس السياسة بالعنف، أي أن كل أنصارها وأعضائها بالضرورة عسكريين وقتلة، لكنها لم تعد تعتمد عليهم وحدهم لحماية نفسها من الانشقاق والانهيار أو من مواجهة الشعب. لجأت مؤخرا إلى سلسلة تعميمات لمواجهة أي تحرك احتجاجي ضدها. تغريدة إبراهيم الحائر على تويتر نددت بعملية الخذلان التي يتعرض لها الصحفيين المختطفين في سجون ميليشيا الحوثية الإرهابية.
لا يمكن للصحفي أن يعمل بحرية وشعور بالأمان. مواجهة همجية المدافع ونيران الحقد والاستعلاء السلالي العنصري. فيما تبقى من الحلقة نذهب إلى جولة سريعة في رسوم الكاريكاتور. وإلى هنا مشاهدينا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم في الأيام القادمة في حلقات جديدة. دمتم ودام الوطن بألف خير.